السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين أثاث ثقة الأوفياء. هذا الفيديو قررنا عمله بعدما تلقينا عدة احتجاجات من متابعين الأوفياء، مفادها أن هناك محلات أخرى تنشط تحت اسم محل أثاث ثقة، وجميع متابعين الأوفياء يعلمون أن محل أثاث ثقة متواجد فقط في مدينة القليعة، لكن للأسف بعض الجهات استغلت اسم وشعار محل أثاث ثقة التي اشتهرت بجودتها وريادتها في مجال الأثاث في الجزائر، معتقدين أن الاسم والشعار هم سبب الرزق، ونحن من هذا المنبر نقول لهم الرزق من عند الله عز وجل وحده لا شريك له. في هذا الفيديو سنحذركم متابعينا الكرام بالصور والإثباتات عن بعض المحلات التي تنتحل اسم محل أثاث ثقة. المحل رقم 1 هو أثاث ثقة باتنا، الذين استغلوا اسم محل أثاث ثقة وقلدوا شعاره واسمه وأفكاره وكل حاجة خوتنا كما راكم تلاحظوا. أثاث ثقة خنشلة أيضا كما راكم تلاحظوا في الصورة، أثاث ثقة الشفة وعدة محلات خوتنا وما خفي أعظم خوتنا كما راكم تلاحظوا. هذا التصرف لا أخلاقي، يتنافى تماما مع أخلاقيات التجارة والمنافسة. بالنسبة لأفكار محل أثاث ثقة في العديد من المحلات أصبحت تتبنى هذه الأفكار كالبث المباشر وتخفيضات البث المباشر والعروض وغيرها، وهذا شرف لنا، لكن أن تقلد الاسم والشعار والمحل وشعار المحل فهذا خطير خطير جدا. وسنقوم بكل إجراءات لحماية المستهلك والمتابع الوفي لمحل أثاث ثقة بالقليعة. ونحذركم أيضا متابعينا الأوفياء من محلات تحمل اسم غير اسم محل أثاث ثقة التي قامت بتوظيف عمال سابقين لدى أثاث ثقة لاستغلال ثقة المتابع الوفي بمحل أثاث ثقة. الهدف من هذا الفيديو والفكرة العامة منه هو أن محل أثاث ثقة ليس له أي فرع في كامل الوطن، محل أثاث ثقة فقط متواجد بمدينة القليعة حي كركوبة أمام مخبر تحاليل الدم، وأن محل أثاث ثقة هو اسم مستقل تماما وليس مرتبط بأي شخص أو عامل. نشكركم متابعينا على تفهمكم وتضامنكم ووفائكم الدائم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.